طاب توقيتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من موقع ارفع صوتك، شرطيات اليمن عندما يقبل المجتمع تعترض الحرب. طول الحصار يضع تعز على طريق سراييفو وليلينغراند. من الصحافة الفرنسية، المغرب تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران. وفي عناوين الصحافة الرياضية، ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي. أهلا بكم. يعنون الموقع بوست في إحدى موضوعاته من محافظة حضرموت: مدير مطار سيئون الدولي يقدم استقالته على خلفية تدخل مندوب التحالف في شؤون المطار. وكشف مصدر مطلع عن تقديم مدير مطار سيئون الدولي حسن الكثيري استقالته على خلفية تدخلات من قبل ضابط في التحالف العربي بشؤون المطار. وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته للموقع بوست أن الاستقالة تأتي على خلفية توجيه مندوب التحالف بوادي حضرموت إدارة المطار بإعادة موظفين سابقين يعملون بالمطار تم توقيفهم من قبل إدارة المطار والسلطة المحلية العام الماضي لارتباطهم بعملية تهريب ممنوعات عبر المطار. وأشار المصدر إلى أن إدارة المطار أعربت عن استيائها خلال الفترة الماضية لتدخل التحالف العربي في بعض الشؤون الداخلية للمطار من تشويه صورة المطار عبر وضع الأكياس الترابية أمام بوابة المطار دون الرجوع لإدارة المطار. تابع موقع المصدر أونلاين العديد من الموضوعات مركزا على المشهد في محافظة تعز. وعنوان الموقع: اجتماع موسع في تعز لمناقشة إخلاء مؤسسات الدولة وتسليمها للسلطة المحلية. وعنوان أيضا: معارك في موزع باتجاه البرح بتعز بين تشكيلات عسكرية مسنودة من التحالف وبين الحوثيين. وعنوان أيضا: مقتل امرأة وطفلها إثر انفجار لغم زرعه الحوثيون في تعز. وما نزال في تعز نذر معركة جديدة وسط تعز بعد استهداف مجهولين نقطة تابعة لقوات الأمن الخاصة. ومن محافظة أخرى: انهيار سد معين في مأرب بسبب الأمطار الغزيرة وتدفق السيول. السلام والعنصرية رسالة مفتوحة إلى مارتن غريفت. تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء من المقال: إذا كنا نريد حل المشكلة اليمنية يجب أن نستحضر أبعادها التاريخية وأن نلم بتفاصيلها المرحلية، لأن الحلول الترقيعية غير مجدية، وأيا كانت هذه الحلول ستكون هشة ولن تصمد في حال تم فرضها دون معالجة المشكلة الأساسية، وهي حرص سلالة في اليمن على أن تحكم اليمنيين بقوة السلاح، وهي لذلك تخوض حروبها التي تعتبرها شكلاً من أشكال العبادة والتقرب إلى الله مهما كانت الخسائر الاقتصادية والبشرية. نحن أمام جماعة أصولية ثيوقراطية قائمة على مبدأ حصر الإمامة، الحكم في البطنين، ومن أجل تحقيق ذلك تلجأ هذه السلالة دائماً لحمل السلاح من أجل انتزاع السلطة بالقوة، لأنها حسب تصورها لذاتها سلالة مميزة وبقية اليمنيون أدنى منها، ولا يحق لهم أن يشاركوا بأي أنشطة سياسية وإدارية فضلاً عن الحكم إلا ما كان صورياً. وبالتالي فإن هذه الجماعة تجمع ما بين العنصرية العرقية والإرهاب، كونها تمارس الانتهاكات والجرائم المذكور بعضها آنفاً، وكل هذا يتم باسم الدين. لن أتحدث اليوم كضحية من ضحايا الحوثي، بل كيمني يريد أن يضمن مستقبلاً آمناً لأبنائه. وشخصياً أنا على استعداد تام من أن أنسى ثأري الشخصية مع الحوثيين، وسأمتثل لأي حلول وبرامج تحقق العدالة التصالحية، لكن من يضمن لي المستقبل؟ هل ستضمنه يا مارتن غريفيث؟ كيف؟ ما الذي ستفعله للحد من عنصرية سلالة تعتقد بأن الأحق بالحكم والعلم والمال بحسب كتبهم ومراجعهم الدينية؟ ربما تتوقف الحرب اليوم كما توقفت الحرب السادسة في 2010، لكنها ستندلع مجدداً، لأن اليمنيين لن يقبلوا أن يكونوا عبيداً لهذه السلالة إطلاقاً. سيستمرون في الرفض والنضال من أجل يمن بلا عنصرية، وطن يتساوى فيه جميع اليمنيين بلا استثناء.
سيستمر اليمنيون في نضالهم ضد العنصرية، لأن الحوثيين أنفسهم لن يتركوا اليمنيين في حال سبيلهم، سيسعون للمزيد من الاستحواذ والسيطرة. يقول الصحفي نبيل الشرعبي في حديثه لموقع المشاهد: لم يكن المثقف اليمني أو الأديب بمعزل عما تمر به البلد من حالة تكسير، وقد ناله كثير من القمع ومصادرة الحق بالعيش كأديب. ويضيف عن واقع حياة الأدباء اليوم: مورس على الأديب اليمني صنوف متعددة من الانتهاكات والحروب غير المعلنة، بدءا بمصادرة حقوقه ومرورا بإغلاق كافة نوافذ التنفس الإعلامي أمامه، ناهيك عن تعرض البعض للضرب والسجن وغير ذلك. أما وزير الثقافة فقد أكد للموقع أن الحرب التي دشنها الحوثي دفعت بأغلب اليمنيين إلى حافة الفاقة، وكان المثقفون عموما يعيشون أوضاعا اقتصادية ومادية سيئة حتى قبل الأزمة والثورة والحرب، وكانوا مثل أغلب المواطنين محرومين من التغطية الصحية والاجتماعية. لكن وفقا للوزير زاد الأمر سوءا مع الانقلاب الرجعي والحرب. ويضيف دماج: لابد من إنجاز إطار لمعالجة وضع المثقفين والأدباء سواء في جانب الصحي أو المعيشي، غير صرف المساعدات والإعانات الموسمية. ويتابع الموقع: هناك من المثقفين من فقد حياته أو مسكنه أو مصدر عيشه في هذه الحرب، والتي كان يمكن تجنبها لولا أطماع وأوهام الحركة الحوثية ومن يقف وراءها. كيف نفهم ما حدث في كوريا الشمالية تحت هذا العنوان؟ كتب نيكولاس كريستوف مقالا ترجمه على الدين أبو زينة وأعادت صحيفة الغد نشره. ليس لدى كوريا الشمالية ما يكفي من الغذاء، وهي تفتقر إلى وجود فيسبوك وبيونسي، ويترتب على دبلوماسييها قصر استخدامهم الحواسيب على وقت تواجدهم في وزارة الخارجية بسبب النقص في إمداد الكهرباء. لكن كوريا الشمالية تبرع وتتفوق في تصميم الرقص والمسرح، ومسؤولوها متعلمون جداً وأذكياء جداً ورشيقون جداً في الأداء الحركي والدوران على ساق واحدة. إذن لدينا سلام يشرق في شبه الجزيرة الكورية، ويعزى إلى الرئيس ترامب بعض الفضل في ذلك، كما هو واقع الحال مع أي أداء في السيرك. من المدهش أن يحدق المرء بانسجام في العرض، وإنما ليس إلى حد نسيان الفاتورة. عندما دخل كيم جونغ أون إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، وهو أول زعيم كوري شمالي يفعل ذلك على الإطلاق، دعونا نعترف بأنه أتقن اللعب من موقف الضعف بشكل استثنائي. ويهدف كيم الآن إلى التخلص من العقوبات المفروضة على بلده وبناء اقتصاده والحفاظ على ترسانته النووية، بينما يظل حاضراً في مركز الانتباه العالمي، وهو أداء رائع لا يصدق. أدى تجديد الرئيس ترامب للعقوبات على كوريا الشمالية وخطاباته الحربية إلى إحداث تغيير حقيقي في المعادلة. فعندما تتحدث كوريا الشمالية عن نزع كامل للسلاح النووي، فإنها تعني بذلك في العادة أن تنهي الولايات المتحدة تحالفها مع كوريا الجنوبية، ومن ثم لن تحتاج كوريا الشمالية بعد ذلك إلى أسلحة نووية للدفاع عن نفسها. لكن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجنوب، وكانت كوريا الشمالية تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية منذ خمسينيات القرن العشرين، ولا أعرف أي خبير يعتقد أنها سوف تقوم بتسليم ترسانتها حقاً. لا تخفي ياسمين، وهي ضابطة شرطة يمنية برتبة ملازم ثاني، اعتزازها ببزتها العسكرية التي ترتديها منذ 17 عاماً. ياسمين في منتصف عقدها الرابع من النساء القلائل اللواتي اقتحمن المؤسسة الأمنية في مجتمع قبلي محافظ لا يروقه عمل النساء. وقد تحدث موقع ارفع صوتك عن هذه الفتاة وغيرها وعنوان الموقع: شرطيات اليمن عندما يقبل المجتمع تعترض الحرب. ويقول الموقع: منذ عام 2000 صار بإمكان الفتيات في اليمن الانضمام إلى سلك الشرطة، لكن دراسة أعدها في 2014 المركز اليمني لقياس الرأي العام، وهو منظمة مدنية محلية، قالت إن 2868 امرأة فقط يعملن في جهاز الشرطة مقابل قرابة 196 ألف رجل من مجموع منتسبي الشرطة اليمنية. وتنتقد هناء الفقيه 27 عاما وهي ضابطة برتبة نقيب في قوات الحماية الرئاسية إهمال الشرطة النسائية وتجميد نشاطها الأمني منذ بدء الحرب الحالية في البلاد.
في إشارة إلى جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء. ويتابع الموقع: أسست جماعة الحوثيين وحدة أمنية نسائية تابعة لها تحت اسم زينبيات. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تناولت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا صادرا عن مركز حقوقي، وشبهت الصحيفة حصار تعز بما حدث لمدن أخرى وعنونت الجريدة: طول الحصار يضع تعز على طريق سراييفو ولينينغراد. وقالت الصحيفة إن تقريرا صادرا عن مركز حقوقي سلط الضوء عن الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية على مدينة تعز منذ 3 أعوام، مشيرا إلى أن هذا الحصار يدخل ضمن أطول أنواع حصار تعرضت له المدن على مستوى العالم. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، إن حصار تعز من قبل الحوثيين سيدخل موسوعة الأرقام القياسية ضمن أطول أنواع حصار تعرضت له مدن في حروب مختلفة بعد حصار سراييفو وحصار غزة وحصار لينينغراد في الحرب العالمية الثانية. وأضاف التقرير: تكمل تعز عامها الثالث على التوالي وهي في حصار دامن. وأوضح أنه منذ إحكام الحصار في اجتياح تعز في 21 مارس 2015 من قبل قوات الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح آنذاك، وتعز تعاني من استمرار الحصار الخانق الذي يمنع حركة المواطنين وكل أنواع الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوكرو الفرنسية، والتي عنونت: المغرب تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران. وقالت الصحيفة: أعلن المغرب قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران التي تتهمها بتسهيل تسليم الأسلحة عبر حليفها حزب الله اللبناني إلى جبهة البوليساريو، وهي حركة مستقلة في الصحراء الغربية. وقال وزير الخارجية المغربي: إن القرار ليس له علاقة بالتطورات الإقليمية أو الدولية الحالية، لا سيما فيما يتعلق بالتوترات بين المملكة العربية السعودية السنية وإيران الشيعية اللذين يدعمان الأطراف المتنازعة ويحدثان الأزمات في الشرق الأوسط. وتضيف الصحيفة الفرنسية: حزب الله اللبناني الذي رفض اتهامات الرباط ألقى باللوم على القرار المغربي بشأن الضغط الأجنبي، ودائما ما تنتقد الولايات المتحدة وحليفاها التاريخيان إسرائيل والسعودية باستمرار تدخلات إيران الاستبدادية والطموح في الشرق الأوسط. ووقفت إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية بينهما في يناير عام 2016، وهما منخرطان في صراع إقليمي على السلطة يدعم كلا البلدين المعسكرات المعارضة في سوريا واليمن ولبنان. مضادات الحداثة وصدماتها، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: حين كتب توفلر عن صدمة الحداثة وما سوف يعقبها من صدمات في المستقبل، لم يكن العالم قد حقق كل هذه المنجزات التكنولوجية التي لم يسبق حتى لأصحاب الخيال العلمي أن تنبأوا بها. فما حدث من تطور متسارع خلال نصف قرن قد يعادل ما حدث خلال 3 قرون على الأقل. لهذا فالقادم من الأيام قد يحمل لنا وللأجيال من بعدنا مفاجآت صادمة أيضا. ومفهوم الصدمة في سياق كهذا ليس تقليديا، والمقصود به هو أن الإنسان يميل بفطرته إلى ترسيخ عادات ذهنية من شأنها تيسير الحياة واختصار الجهد والوقت، لكن ما يطرأ من تغيرات يتطلب تأقلما رشيقا قد لا يكون متاحا للجميع، خصوصا لهؤلاء الذين يصل الحنين إلى الماضي بهم حد الهوس أو النوستالجيا. ومن وظائف العقل حين يكون معافا وحيويا ترشيد الصدمات وجعلها قابلة للتحليل والاستيعاب، لأنها ليست منقطعة تماما عن جذورها في الماضي. فالتطور تراكمي بالضرورة، وتاريخ العلم كما يقول العلماء يوشك أن يكون تاريخ الأخطاء، لأنه محاولات متعاقبة والفشل فيه ليس كاملا، لأنه يدفع الناس إلى تجنب الباب الخطأ وعدم تكرار المحاولة ذاتها، وهذا بحد ذاته اختصار للوقت. ويرى علماء النفس والاجتماع في عصرنا أن من أسباب القلق والاضطراب في حياتنا
التفاوت الشديد بين إيقاعين، هما إيقاع التطور المتسارع والمحموم وإيقاعنا الفكري والسلوكي في التأقلم. وفي الشأن الرياضي، نطالع من شبكة البي بي سي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي. وقالت الشبكة، تأهل ريال مدريد الأسباني إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بعد التعادل في مباراة الإياب للدور قبل النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب سانتياغو بارنابيو بهدفين لمثلهما. وكانت مباراة الذهاب على ملعب اليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية قد انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف واحد. وتقدم البايرن كما حدث في مباراة الذهاب بهدف للمدافع كيميتش في الدقيقة الثالثة، لكن الريال عاد بهدف سريع لكريم بنزيما من رأسية سهلة في الدقيقة 11. وفي الدقيقة 46 عاد بنزيما للتسجيل مرة ثانية بخطأ قاتل من حارس البايرن الذي أخطأ في تسديد الكرة وتهيأت أمام المهاجم الفرنسي والمرمى خال فأودعها بسهولة في الشباك. وفي الدقيقة 63 سجل رودريغيز الهدف الثاني وهدف التعادل للبايرن في مرمى فريقه السابق لتنتهي المباراة بالتعادل. ومن المقرر أن يلتقي ليفربول وروما مساء الأربعاء في مباراة العودة لمواجهة الدور قبل النهائي الثانية على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية. ابتسم أنت في تعز، تحت هذا العنوان كتب نجيب قحطان مقاله المنشور في يمن الغد وأضاف في أجزاء منه. عما قريب وقريب بإذن الله سيتم إعادة نصب تلك اللوحات في مداخل مدينة تعز والممهورة بأجمل عبارات الترحيب القائلة ابتسم أنت في تعز. ما يحدث حاليا في تعز من حراك رفيع المستوى نحو استعادة الدولة وإخضاع كافة المؤسسات والمقرات الحكومية لإشراف السلطات المحلية وإعادة تطبيع الحياة وجعل تعز مربعا أمنيا واحدا لا ثاني له، كل ذلك يحتم على أبناء تعز جميعا أن يتجهوا بأفعالهم وأبصارهم وأقوالهم وكتاباتهم وقلوبهم وأفئدتهم نحو هدف تعز السامي والعظيم المتمثل باستعادة الدولة وبسط نفوذ الدولة في كل شبر من مناطق المحافظة والابتعاد عن المناكفات أو تقديم سوء الظن في مقدمة كل أقوالهم وأفعالهم والسعي اليومي إلى شيطنة بعضنا البعض وسقوطنا في المماحكات وانشغالنا في مهاترات غوغائية تقتل فينا كل عزائمنا المتجهة نحو النجاح. يا أبناء تعز، لقد عانت مدينتكم بما يكفيها ويزيد، ولو وزعت معاناة تعز على دولة بأكملها لكفتها تلك المعاناة، فهل آن الأوان لأن نخرج من عنق الزجاجة ونستبدل الخراب بالإعمار والهدم بالبناء والتشتت بالتوحد والموت بالحياة؟ يحتفل العمال في جميع أنحاء العالم في الأول من مايو أيار من كل عام بعيد العمال، ويتحدون ويجتمعون لدعم النقابات العمالية والمطالبة بتحسين ظروف العمل. وقد اختير هذا التاريخ في الأساس من قبل منظمات اشتراكية وعمالية وشيوعية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم. البي بي سي نشرت مجموعة من الصور التي عبرت عن هذه المناسبة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.